مرحبا بكم، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية دارنا العزيزة. مزلنا في الدار، مزلنا ما خرجناش حتى لنص النهار إن شاء الله، طوال 11 و10 دقائق إن شاء الله نكملوا ساعة معاكم خفيف ونخليكم معنا، ما تبعدوش لحتى بلاصة، باقي نتوما معنا على أحلى راديو، راديو إيا فام. إنسال كل نعرفكم ونحكي وكنبداو قاعدين على الشمس وعلى البوم تاعنا اللي باش تهلك، والشمس كيفاش نحميو روحنا منها، وعندكم الحاجات تبداو قدامكم وتحيروا شنو اللي باش تختاروا. اليوم باش نقترح عليكم هي حاجه مزيانه برشا، وليفينمون زيد مزيان على الاخر، على الاخر خاطر تنجموا تمشيو تعديوا نهار مزيان عسل، وزيد من الفوق تشوفوا الحاجات اللي تنفعكم سواء كان في الكريم اللي باش تختاروها تنقلكم عليها، والا زيدا تخليوا صغاركم يعديوا نهار مزيان ويفهموا شنية ليفينمون هذايا اللي هو ايفينمون في العام الثالث نتاعو، مش اول مره لا مارش فيغ لا بروتيكسيون هذايا. هذيك علاش اليوم بحذية ضيفتنا مدام ليلى المنصوري، المديره العام لشركه دايلونغ. كي نقول لكم دايلونغ سي عرفتوا على شنو نحكي. دونك صباح النور. صباح الفل والياسمين، صباح الخير الانوار الكل. مرحبا بك كوثر. مرحبا، عايشك صباح الخير المستمعين، المستمعين الكل. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين. به للنهار السبت اللي هو السبت هذا 22 جوان من ماضي 3 نتاع العشية في الباركور دو سونتي المنزة، كلنا نمشي ونعملوا المارش غاديكا ونعرفوا، لكن المرة هذية الباركور هذا مش بش يكون في الأيام العادية، بش يكون حافل برشا برشا حاجات، وبالليفينمون هذية اللي بش نحكيو عليه لمارش فيغ لا بروتيكسيون. تحكي لنا عليها الليفينمون هذا ساعة قبل ما ندخل في لي ديتاي. أكيد هو ايفينمون كما قلت كوثر عام ثالث، نعملوا فيه كل عام في نفس البلاصه براتيكمون في نفس الوقت هكا في دخول الصيف. ايفينمون نعملوه بور سنسيبيليزي العباد لي كونسوماتور المواطن على اهميه الوقايه من الشمس، دونك la nécessité de la protection solaire. علاش يلزمنا on se protège contre les méfaits du soleil. ça veut pas dire que le soleil كله خايب، الشمس باهية فيها فوائد باهيين برشا فوائد، que ce soit la vitamine D ولا sur le plan psychologique ولا، اما اذا كان ناخذوا اكثر من اللازم وقتها توليت تسبلنا فوالا. ولو هي الحميه من الشمس شتاء وصيف، مش كان في الصيف الحقيقه نتاع ربي معناتها صحيح ليكرون يلزمها موجوده في الشتاء وفي الصيف، ولكن في الصيف باش تكون استعمالها تقريبا اكثر شويه. يعطيك الصحه. دونك احنا اخترنا نعملوه في الباركور سانتي دون ان كونتكست نتاع رياضه، باش نشجعوا العباد باش يعملوا رياضه. يلا نتلاو كل بصحتنا وبرواحنا ونتلاو بالناس نتاعنا وما نسيبوش رواحنا، وامام طون نتلاو بالجلده نتاعنا. احنا نقولوا للعباد راهو ديما اللي تحبوا تعملوه كل تنجموا تعملوه وقت اللي نتوما وزيت بيان بروتيجي. اي دونك هذاك علاش انا شوازي دو لو فير دون ان كونتكست سبورتيف اون بلان اير، ساعه الطبيعه والهواء والباركور هو بطبيعته معناها هكا النفسيه تبدا محليها كي تعمل مارش. اون بلوس نتوما باش تخليوهم يلعبوا زيدا، هذا توا اللي به الفايده. كيفاش الحكايه؟ ابار لي 3 باركور دو مارش اللي هما 2.4 4.8 و 6.2، فما دوتر اكتيفيتي بيبي فوت بينغ بونغ فولي. حتى صغاركم تلقاو كيفاش نتوما تعملوا مارش نتاعكم ولا تجري ولا اللي هو يلعب زيدا. اكزاكتومون الباسكت زومبا بودي كومبا حاسيلو معناها كل شيء. مرحبا بهم. دونك باش يعملوا برشا جو، باش يشيخوا، باش يلعبوا، باش يعملوا سبور، باش يتلهوا كيما قلت لك بالرشاقه نتاعهم، او ميم طون باش ياخذوا برشا نصائح. وباش نلقاو لي ديرماتولوج اللي هي اختصاصهم تو يقولوا لكم على دايلونغ شنو هو الميزه اللي فيها الساعه. حكيت قبيله نحكينا وياك البرا استعمال ليكرون كيفاش تستعملوا الكميه، خاطر ريت قبيله انا طلعت نستعمل فيها بالغلط نحط نكته فريمون ونعمل وجهي، قلت لي لا هكا ولا الكميه راهي قدر مغرفه القهوه، دونك لازم تعملها باش البوم تاعك تبدا محميه بالقد بالقد. هذا الكل دونك باش يعطيوه لنا اخصائيين النهار هذاك 22 جوان في الباركور نتاع المنزه. الباركور سانتي دونك توت ان جروب
جروب دو ديرماتولوج ديما كل عام يجيو نحييوهم يجيو اتيتر بينيفول باش يستقبلوا المواطن اللي عنده شك في عنده هكا حاجه خرجت له على جلدته ولا يحب يسال ولا يحب يعطي كونسلطاسيون بور لو ديبيستاج مش نيمبورت كيل كونسلطاسيون راه بور لو ديبيستاج ينجم يجي ويقابل لي ديرماتولوج اكوتي دي ديرماتولوج يورا تو لو ستاف toute l'équipe Galderma qui sera là justement باش يعلموا العباد ويوعيوهم ويوريوهم كيفاش يختاروا ورقي شمس وعلاش هذا مش هذا واللي تفهم كي تختار خاطر ساعه على ساعه تلقى مواطن ولا مواطنه يستعملوا اون كريم سولير اللي هي ما تجيش مع نوعيه البشره وبعد تقول لك الورقي شمس هذاك خايب ماهوش هو خايب هو لو شوا هو اللي خايب دونك سولون لا ناتور دو لا بو اي comment l'utiliser وقتاش نستعملوه يلزم ديما 20 مينوت قبل ما نخرج يلزم نحطوا لا كونتيتي كيل فو مش العباد الكبار برك يستعملوا ورقي شمس نستعملوا احنا اما يستعملوا زاد الصغار نردوا بالنا على جلدتهم خاطر عندهم ان كابيتال سولي اذا كان ما نواظبوش من اللي هما صغار باش يلقاو الكابيتال سولي نتاعهم في ساعه مشى ويلقاو رواحهم ديجا بداو باللي بروبليم دو بو دونك هذوما الكل باش تلقاوهم موجودين نهار السبت هذا يا قعدوا جيست نهارين هذا دونك ازربوا قيدوا رواحكم justement قيدوا رواحهم كيفاش ترا دونك عسيت l'inscription blech elle est gratuite il paye de rouham à www.deslonguesmarches.tn aider welcome خاطر باش تبدا منظمه فما دي دوسار باش يتحضروا نوامر à la fin de la journée باش نعملوا طومبولا ايوا جو كبير معناتها يقول طومبولا يقول دي كادو ربح يقول ربح يقول برشا كادوات برشا سيربريز برشا جو هذايا الكل في كادر فيستيف زاد في يافوار اون انيماسيون ميوزيكال برشا موسيقى وشتيح ودنيا وكل دونك عشويه مزيانه من كل شيء عشويه نتاعنا عشويه تونسيه اي والله كيما اللي نحبوا على الاقل واحد بعد ستريس الخدمه وكل يجي نهار السبت يعمل عشويه هكا ممتازه يروح هكا شيخ عامل جو عرفت دونك هكا في بالكم نهار السبت ماضي ثلاثه في باركور سانتي نتاع المنزه تمشي وباش تلقاو اجواء مزيانه على الاخر على الاخر وتفهموا شنو هي دايلونغ وكيفاش تستعملوها ووقتاش تستعملوها اي سورتو سورتو خاطر برشا برشا يقول لك انا خذيت ليكرون تاعي لكن استعملتها الصباح وخرجت وقولوا لكم قداش من مره زاده في النهار تستعملوها تلقاو المعلومات الكل غاديكا مع الجو اللي صغيراتكم يتفرهدوا فيه وانتم زاده تتفرهدوا فما حاجه اخرى تحب تقولها نحب نشكر الناس الكل اللي ساندونا تو نو سبونسور اي ان بارتيكولير اي اف ام اللي هي ديما معناها ديرير لي زيفينمون تاعنا ميرسي بوكو كاوثر نستناوك نهار السبت قدرت ربي ان شاء الله ونستناو الناس الكل يجاو مرحبا بكم يجاو 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 ما تندموش ميرسي ميرسي مدام ليلى ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد الايام ميرسي بوكو مدام ليلى منصوري المديره العامه لشركه ديلونغ نخرجوا بيبو بعدها راجعين مع يسرى المنيعي في من تونس مرحبا بكم باقي احنا في الدار في دارنا العزيزه حتى النص نهار ل 11:20 دقيقه يسرى منيعي صباح النور صباح الفل صباح الورد لطف عليك اختي عايشك عايشك الكليماتيزور بالحق راهي الدنيا وراهو شيء على الجريج مشي على حتى عظيمات واللي عاكش ما نجمش يتحرك انا تو نقطع الحاجات اسمع معي صاحبتي قبل قالت لي بربي شوفك الطفله محليه قلت لها كيفاش شوف الطفله محليه لازم نعملها راني اليوم بالكليماتيزور الدنيا سخونه نعرف الناس كل تحب تتفى اسمعي تحب معناها تبرد اما والله مشكله كبيره الكليماتيزور راهي على الاخر كبيره على الاخر على الاخر انا عملت ثاني عيد في القايله وفي الليل هكا هزني نوم قابل الكليماتيزور حاسيلو لطف عليك عايشك يا كوثر ربي اليوم ما عملتش وحدك يسرى معك ضيف معنا ضيف سي توفيق تليلي صباح النور صباح الورد مرحبا بك مرحبا نجح اخر باش تحكي لنا عليه يسرى فيه بيان سور ضيفك اي فوالا في من تونس من تونس مع يسرى المنيعي
بيه احنا كوثر دونك كيما نعرفوا ديما الغبغيك نتاعنا من تونس هي نجيبوا فيها لي ساكسيس ستوري، الناس الناجحه، الناس تخدم على رواحها واللي يعملوا قرايه معينه وشهاده معينه ويمشيوا في دومين اخر. اليوم بحثنا توفيق تليلي سي ان جون مازال في الثلاثينات من عمره، اقرا ماستر معناها اخر شهاده عنده ماستر فيزيك شيمي اندستريال، كمل القرايه نتاعو في مجال اداره الاعمال في المانيا، ومنها يظهر لي تعرضت بعض الظروف هكايا الماديه اللي خليته معناها ينقطع على الدراسه نتاعو ومشى باش يدخل معناها الباركور نتاع الخدمه. دونك شاب طموح كما يقول هو على روحه، ويعجبني انه الانسان كيقول على روحه طموح خاطر الطموح به يعرف روحه ينجم لا يحب يطور من روحه لهنا ومن نمط العيشه نتاعو. دونك توفيق عمل بروجي اللي هو نقول انا راهو مستقبل العالم، اللي هو اليوم برشا دي جون يحبوا الحكايه هذوما ويحبوا يخدموا في الدومين هذايا دومين لي زابليكاسيون ولي ستارت اب. دونك عمل ابليكاسيون اللي هي تنجم تلقاوها على الاندرويد وعلى اليو اس اللي هي باي ماب. باي ماب فوالا هي باش نحكيو معاه. دونك توفيق نعاود نصبح توفيق يحكي لنا على الابليكاسيون. صباح النور وصباح الفل مره اخرى. دونك هالابليكاسيون اللي انت عملتها فسر لنا شنو هو الابليكاسيون هذيا. عسلامه مرحبا بكم. نشكركم على الاستضافه. باهي الابليكاسيون باي ماب هي ابليكاسيون انها تحاول تربط بين ال معناها لي بوتيك والا لي فورنيسور وما بين المستخدم. هي تحاول تربط بين السوق المحليه العاديه والسوق الالكترونيه. انه نحاولوا مثلا انا مثلا باش ندخل على الابليكاسيون انا حاجتي كيما نقولوا بمنتوج معين ندخل الابليكاسيون هذيا. دونك انتم تقولوا لي الحاجه اللي انا حابه عليها وين في البلاصه اللي انا فيها. صحيح. اقرب بلاصه ليا انا تقرب لي الحكايه. دونك هي الابليكاسيون انه مثلا كيوتيليزاتور عادي ينجم يهبط الابليكاسيون على تليفونه ويبدا مستحق اي برودوي يدخل على معناها الريشيرش نتاع الابليكاسيون ثم فلتراج يقول مثلا انا حاجتي بالبرودوي الفلاني والا السيرفيس اللي حاجتي به على قداش ديستانس مثلا الكيلومتراج يحب في اللونتوراج نتاعو. يقول لك في اللونتوراج نتاع اريانا يخرج كيلومتر الابليكاسيون هذه تعطيك اريانا وما داير بها شنو فما اللي داير بك الكل مثلا وقداش مثلا تحب لي برودوي مثلا يكون اون برومو ولا اور برومو تحب تشوف لي بري معناها قداش. فما اللي يطلبوا اور برومو عرفت الحق بيدي والله ما نطلبوا احنا كان اون برومو نمشي نجريو لها. اما مثلا تخليك انك برشا نعرف اللي انت قلتها هكاك نعرف. اما مثلا تشوف مثلا انت معناها زوبسيون اللي دايرين بيك الكل. اي اوكي. وهي تعطيك لي برودوي الكل اللي دايرين بيك. وهذا كان حاولوا احنا نشجعوا مثلا معناها لي فورنيسور ولا لي بوتيك اللي في الريجيون اللي معناها موجودين في الحياه العاديه مثلا ما يكونوش عندهم كان لي ابليكاسيون مهمه على الاخر. كيفاش ندخلوا كيفاش اعطيني كيفاش غراتويت هي الابليكاسيون معناها هي الابليكاسيون غراتويت مثلا لي زيتيليزاتور الكل نجم يهبطوها وكل شيء غراتويت فيها مثلا لي زيتيليزاتور العاديين. دونك انت جست تكتب اسمها باي ماب معناها على جوجل على البلاي ستور ولا باي ماب هكا. دونك وتلي شارجيها وثم معناها ديمارج كيفاش تنستاليها كل شيء. بالنسبه لي بوتيك عندهم مثلا كيدخل على السيت مثلا على الانستغرام ولا على الفيسبوك عاملين دي فيديو يوضحوا كيفاش بالضبط انه تصير مثلا لونجسترومون كيفاش مثلا لي بوتيك عندهم باتيلي داشبورد نتاعهم انه البروفيل كيما البروفيل نتاع اي سيت انترنت اخر تحط فيه مثلا لي برودوي نتاعك ديسكريبسيون نتاع كل برودوي تحط فيه اللوكاليزاسيون نتاعك انت وين موجود بالضبط باش ينجموا يسجلوا روحهم معاكم باش كي واحد يطلب حاجه انتم تحطوا الحاجه هذيك. هو باش كي واحد بعث لي يدخل على الابليكاسيون ويلوج على البرودوي الفلاني دونك يلقاه اوتوماتيك معناها يتحلوا الجوجل مابس ويوريه هو الطريق بالضبط وين موجود البوتيك. مهم برشا يعطيك الصحه معناها تسهل على لي بوتيك انه معناها لي بوتيك ما
عادش هما معناها يعملوا دي سيت انترنت غاليين معناها معناها يبدا يتكلف بهم معناها هوني لي بوتيك يخلصوا كي باش يعملوا انسكريبسيون معناها خاطر شنو الرونتابيليتي نتاع لابليكاسيون اذا كان انا باش نهبطها غراتويتمون كيتيليزاتور معناها دونك هنا لي بوتيك هما اللي يخلصوا سي نورمال فوالا فما بون لي بوتيك انا عامل لهم اوفر انه العام الاول بلاش ومن بعد تالي باش يخلص ابونمون حكايه فارغه حاسيلو معناها حكاية فارغة حاجات بسيطة وتوفر لهم برشا اوبسيونات انه مثلا ينجم بخلاف انه يحط لي برودوي نتاعو اون لين يولي فيزيبل اون لين هو واللي يتشاف مثلا في اللونتور نتاعو فوق هذاك زاد عنده مثلا ستاتيستيك مثلا في البروفيل نتاعو ينجم يدخل يشوف قداش من كليون تخلوا على لي برودوي نتاعو مثلا كي واحد يعمل ريزرفاسيون للبرودوي جيه ميل تقول له مثلا راهو السيد فلان يراهو ريزيرف البرودوي كذا ومعناها هي لا برشا اي والله ديتاي ديتاي في هذه اي معناها انا كصاحب مشروع ونهبط المنتوج نتاعي تساعدني برشا باش نحط الابليكاسيون نتاعي صح باش تعاوني في الخدمه وتعاوني في البيوع وتعاوني في كونتاكت مع العبيد هي باش تسهل عليه مثلا نجم ثم ساعات دي بوتيك يكونوا ماهوش معروفين في دراستهم بالعكس توا باش يولي معناها اي يوتيليزاتور ينجم معناها يوصل له ماهوش محتاج انه لا يعمل سيت انترنت حتى مثلا معاش هو اللي يخدم يولي اكتيف مثلا الابليكاسيون هي اللي تخدم له تجيب له الكليونات خاطر نعرفوا قبل كوثر احنا العالم هذا نتاع الانترنت اللي كانوا مثلا كوميرسيالمون باش يعملوا دي سيت انترنت قبل كانت ما تتعملش في تونس الا ما يكون عنده شكون البرا باش ينجم يعمله باش يدفع برشا فلوس من بعديك حتى كي وليت ودخلت تونس كانت غاليه برشا برشا باش الناس يوصلوا والله الشباب كيما هكايا اللي يصنعوا في دي ابليكاسيون ويعاق لك العاملوا لين ديجا غراتويتمون معناها انا نعمل بور لي كليون تاعي لي فورنيسور هما بعد ما يبداو معاهم العام الاولاني تو يفهم قيمه الحاجه واللي وحده وحده يقعد هو ديجا فيها زاد دي زوبسيون انه مثلا حتى لو كان واحد يتعدى قدام البوتيك ميم با يعرفوا ميم با شاف شنيا فيه هو يكون مسجل في الابليكاسيون تجيه نوتيفيكاسيون مثلا لوتيليزاتور تجيه نوتيفيكاسيون تقول له راك تعديت بحث البوتيك كذا وراه عنده ادخل على البروفايل راه عنده هكا وهكا 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 نتاعو الكل معناها ميم با تدخل انت لداخل تعرف شنو هي البوتيك شنو هي فيه وشنو هي ما فيهوش برافو معناها. والله برافو مجهود كبير بالحق بيعطيك الصحه وحتى مثلا زاد اللي بوتيك توفر لهم انه مثلا معناها قداش عمل مثلا باش قداش عمل مثلا بيوع قداش عمل مثلا من واحد ريزيرف البرودوي تنجم مثلا تحطك اون كونتاكت مع اللي كليون مثلا اي واحد ينجم يعمل يعطي رايو في الحاجه اللي خذاها يعطي رايو في البوتيك في لي برودوي مثلا تخليك اون كونتاكت بالعباد معناها باهي برشا برشا ذكرنا كيفاش لابليكاسيون اسم لابليكاسيون باش نسمعوا فينا يشدوها لابليكاسيون اسمها باي ماب هيك موجوده او نشوفوا فيها على الباج نتاعنا باج اي اف ام لابليكاسيون هذه هي للمستخدم العادي انه لي زوتيليزاتور اللي باش يشري ولا اللي لوج على برودوي ولا سيرفيس ام ا بي باش اللي يسمعوا فينا يعرفوا يدخلوا اي هي معناها كيما ليتيليزاتور عادي لاشتور والفوندور تجمعهم الزوز على بلاتفورم وحده بركة وانه نحاولوا انه مثلا المارشي لوكال انه نشجعوا في المارشي لوكال والبوتيكات الصغار اللي يحبوا ينشوا أيوة واللي يحبوا يوصلوا معناها المشاريع الصغرى الكل يعطيك الصحة توفيق موفقين ان شاء الله ميرسي بوكو ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله بالتوفيق يا توفيق اي بالتوفيق يا توفيق ان شاء الله نهارك زين يسرى ان شاء الله نهارك اسعد الايام دونك ما يمسيه المرة اخرى فما ضياع راجل كبير اي الحقيقة هذايا نداء من عند بنته نحكيو على المواطن الناصر الخميسي اللي للاسف مريض بالزهايمر غادر مقر سكنه بمدينة الدهميني وما رجعش حتى لتوا عائلته قاعده تحاول تلقى عليه بعد شويه نشوفوا تصويرته على اي اف ام تي في باللي نشوفوا اللي تصويرته على اي اف ام تي في بربي اللي يشوفوا كيفاش يكونتاكتينا جوستومون حطوا الرقم هما 25 444 760 25 444 760 اللي يحاول اللي شافوا في اي شارع في اي كيس الراجل هذايا ضايع راه مريض بالزهايمر ما يعرفش روحو وين يسكن في الدهميني غادر داره وما رجعش ولاد
يقعدوا يفركسوا عليه ومحروقين عليه باللي هي اللي يلقاها يتصل تطلبونا احنا في الراديو 31 380 احنا النجم نكونتاكتيوهم اللي يشوفوا بربي الرجل الكبير هذية يتصل بالزوز أرقام هذية. يعطيك الصحة يا مي. بعد شوية يجينا أسامة السعفي في SOS EFM. مرحبا بكم، مرحبا بكم في دارنا العزيزة حتى النص نهار توا 11:37 ولوقيت هذا وقيت SOS EFM. SOS EFM مع أسامة السعفي. أسامة السعفي مرة أخرى، صباح النور وصباح الفل خويا الغالي. والحكاية اللي باش تحكيها لنا مؤلمة برشا برشا برشا، وكل مرة كنحكيو حكاية هكا نقولوا يا ربي إن شاء الله ما تتكررش، ولكن للأسف تتكرر كيما قضية هذه اللي صارت ثاني أيام العيد. بالضبط، جريمة قتل بشعة، مشاو ضحيتها صغيرات، الساعة عنده صغار منها معناتها أم أولاده. نورمالمون راهي الحكايه ما تصيرش معناتها بالحكايه هذيا، ولكن صار. نحبوا نعرفوا التفاصيل وعلاش سورتو هذا السؤال اللي اي واحد شاف القضيه هذيا والجريمه مش قضيه، دونك يقول لك علاش، شنو اللي يخليه عمل لك. خليني نفسر. كوثر هي تقريبا الجريمه اللي صارت في مدينه القيروان، وليت قضيه راي عام، لانه نعرفوا عديد الاصوات اللي تدافع على وضد معناها دفع على قضايا العنف ضد المرأة، أي. وضد ممارسة مختلف أشكال العنف، وخاصة الجرائم ولا الأحداث هذه اللي توصل إلى حد القتل. ونحكيه على شابة في الثلاثين من عمرها. قبل ما تبدأ تحكي يقولوا لي التفاصيل صادمة وبشعة. إذا كان صغيرات بحذيكم يسمعوا في الراديو بطبيعة الحال بعده الصغار، أي أكيد إذا كان فما مش نحكيه التفاصيل مش حتى صغار، لي مينور القصر اللي نجموا يكونوا يسمعوا فينا دو بريفيرونس تبعدوهم على الراديو، ولا ما تخليهمش حتى يشوفوا الصور ولا حتى يعني يشوفوا الفيديو. مش مشكل. المفيد خلينا احنا نحكيه على التفاصيل المتوفرة في القضية هذه. قلنا هي ثلاثينية، مشيت ضحية جريمة قتل على يد زوجها في القروان فجر ثاني ايام العيد، ومن المنتظر ان يورى جثمانها في مسقط راسها بولاية الكيف نورمالمون اليوم الصباح. اليوم الصباح نورمالمون احنا اوني لو 18 هكا ولا 19 نورمالمون. البارح صار عملية الدفن، صارت البارح، وباش يتم تسليم صغارها الزوز الى جدتهم من جهة الام بطبيعة الحال لرعايتهم مع تكليف مختصين نفسانيين واطباء للاحاطه بهم. على اي اف ام تي في هذه بالصور على الاقل مش ظاهره، ولكن هذه شوف هذه مش من كاميرات سيرفيونس، هذه صورتها مواطنه نورمالمون من شباك دارها وقت اللي شهدت الحادثه. وانا صدقني ما نجمت نكابتر الفيديو الصوره هذه، كان بالسيف لانه الكاميرا كانت ترعش، المواطنه كانت تصيح، كانت خايفه جدا من بشاعه المشهد اللي شافته. واي واحد شاف الفيديو اللي للاسف ما نجموش نعديوه، ومن المستحسن انه ما تشوفوش الفيديو، هو مش واضح برشا لانه الحادثه كما قلنا صارت في الفجر والدنيا كانت ظلمه شويه، ولكن المشهد بشع وبشع جدا. والمعطيات الاوليه تقول انه خلاف عائلي انشب بين الزوز ازواج هذوما فجر ثاني ايام العيد، والاسباب لحد الان نوعا ما لا تزال مجهوله، لكنه الزوجه ذايا تعمد تعنيف زوجته اللي هربت للشارع، وغادي هو خلط عليها باستعمال سكين، قام بطعنها أكثر من طعنة وقت اللي مازالت ما فارقتش الحياة وشافها مازالت تتحرك، قام بذبحها من الوريد إلى الوريد. وتقريبا هذه المعطيات اللي عنا نعرفوش شنو سبب الخلاف، وما يهمناش شنو سبب الخلاف، لأنه نحكيه على جريمة حتى وكان وصلت الخلافات الزوجية إلى أقصى حد ما نوصلوش الى درجات العنف والى درجات القتل
بالبشاعة هذه. نحاولوا احنا نقربوا شوية لأحداث الجريمة هذه، نحاولوا نسمعوا الرأي العام المواطنين في القيروان. معانا رحيم بوناب، هو تقريبا شاهد عيان كان حاضر بالصدفة على الجريمة، وكان سمع بطبيعة الحال كل العباد اللي كانت موجودة وقت الواقعة وأهالي القيروان. حتى نجم يتدخل المشكلة هذه، مش تتدخل مع شخص حامل لسكين وشخص نقوله احنا في أقصى درجات الغضب متاعه وقاعد يمارس في جريمة بشعة. يعني إذا كان أنت حاولت أنك تتدخل مكش بش تكون البطل الخارق، ولكن بش تكون الضحية الثانية لهذا المجرم اللي بصراحة معناها ما نعرفش كيفاش يعني خذ الجرأة باش ينفذ جريمته في الشارع معناها وقدام العباد. وبعد ما كمل نفذ جريمته في الفيديو اللي وصلتني وقتها تلموا العباد وداروا بالضحية باش حاولوا يفهموا شنية اللي صار. هات ناخذوا رحيم ونشوفوا شنية التفاصيل المتوفرة عنده. ألو رحيم، صباح النور. صباح النور رحيم. صباح النور. مرحبا. دونك سؤالي واضح، انه انت كنت متعدي بالصدفه قدام البلاصه، شفت الواقعه والا خلطت بعد ما صارت الجريمه؟ انا الحقيقه في تاكسي مروح الوقت هذاك، خلطت الحقيقه نلقى العباد ملمومين، نلقى جثه المراه اللي نحكيو عليها الله يرحمها. اعطينا البلاصه الحين بالضبط. والله قلت لك صديقي انا ما زلت معناتها السول اللي فيه، اما اللي متفكر معناتها هو جبدها من عطرية كيف ما قلت انت تعانها برشا مرات، وقت اللي ما زالت مطاحة في القاعة فما الحقيقة مشهد متاع برشا عباد، فما شكون يسوى كيف ما انت قلت، فما شكون جاي يجري يحب يعرف شنو، فما شكون جاي حب يتدخل الحقيقة. ومن بعد كي شاف الوضعية معناها وشاف الحالة الهستيرية اللي فيها الشخص هذا، اللي العباد تقول انه هو شخص عادي معناها وما عندوش ما عندوش سوابق، ما عندوش فساد، ما عندوش ريبيتاسيون خايبه. كيف كيف زاد الحديث اللي تحكي على المراه معناها انها زاد الريبيتاسيون تاعها باهيه، عليها بصغارها وزوز صغار نتصور عندهم. دونك احنا خلفنا الحقيقه على المشهد نتاع انه هو الحقيقه ما نجمش حتى الكلام نقوله معناها هو غبط عليها باش يذبحها معناها. السيد التاكسي اللي انا ركب فيه معناها دخل في حاله زاد هستيريه وبدل بينا البلاصه كومبليتمون، ولا يرد ولا وقف، تقلق اصلا من بشاعه المشهد. اي ليه التاكسي رجل كبير هو مسكين زاد معناتها كي شاف المشهد ديريكتر ولا معناتها يرد ودار بينا دورة أخرى معناها كومبليتمون، وقف كرهبته وقعد يستغفر في ربي ويقرأ القرآن. دونك الحقيقه المشهد بشاع على الاخر، هذوما تفاصيل ايبارتيي قال الراجل اللي جاو مخي اكثر من هكا ما نجمش الحقيقه نعاونك بحاجات اخرين اكثر من اللي سمعته من عند الاشخاص، انه خلاف قال الراجل ما نعرفوش على الدواخل، خلاف بيناتهم هربت هي دخلت العطريه مش تتحامى به، تخللها العطريه خرجها ضربها دغرها كما نقولوا احنا اكثر من مره، ومن بعد كي ما زالت هي قاعده معناها بحراره الروح صايب شويه معناها انه يسلم روحه للموت، هبطت عليها وذبحها فهمت. فالحقيقه مهما يكون السبب كيف ما قلنا مهما كان السبب ما نجموش ينزلوا هكا، خاطر في الاخر الضحيه الكبيره في الموضوع هما الصغيرات، هما الصغيرات يعيشوا بلا ام وبلا ابو المدة كبيرة برشا في حياتهم، وإن شاء الله ما تكثرش على مستقبلهم. إن شاء الله اسبيرون بياهم عند جدتهم مبدئيا إلى حين الإحاطة النفسية اللي باش توفر لهم بطبيعة الجمعيات والدولة ووزارة المرأة. إن شاء الله إن شاء الله الدولة، خاطر ما انتجوش الجمعيات في مرحلة أولى، الدولة هي أكيد الدولة تشوفهم بين الرحمة وتلي بيهم، خاطر عندهم حق على الدولة وموش ذنبهم إنه أبوهم وأمهم صار فيهم هكا معناها. للأسف أب في السجن وأم في المقبرة ربي يرحمها انتظار اللي مهما كانت الأسباب كما قلنا ومانيش نبرو للسيد. شوف معاش عينك تعرف السبب ما معناها الحقيقة كيف ما قلت ما فمش سبب يخليك تعمل هكا، ومهما كان السبب
حتى كيفاش نعرفوه ماهوش يبدل حتى شيء. صحيح مش يبدل المرأة في الجنة الله يرحمها والراجل في السجن وصغار وهم اللي خلافات عادية زوجية هو عمل تتعاركوا على العلوش تعاركوا على المشوي نعديوا العيد في دارنا نعديوا العيد في داركم خذوا ما هما راهو الخلافات اللي يصيروا بين الأزواج وتتطور المسألة مش للدرجة هذه كمان اون بلوس كما كان يحكي رحيم أنا زاد اللي سمعته على شخص أنه ماهوش عدواني بطبعه شخص هادئ كان يخدم في ريستوران وفما شكون أصلا معناها يعرفه قال لي أنا نعرفه السيد وبون هي فتاة قالت لي معناها نعرفه السيد أترافير صديقنا نزار بوزيان في السرس وقال لي كيف أنه شخص ما عندوش سلوك عدواني وهذا لذلك الناس كلها استغربت هالرياكسيون اللي عملها هذية والجرأة اللي خذا بها المسألة وخليته يرتكب جريمة بالبشاعة هذه بالرسمي أمر غريب معناها الديفياسيون اللي صارت حاجة غريبة تشد سلم روحه وحده كيفاش من بعد اللي تشد هو تم القبض عليه بطريقة أو بأخرى معناها هي تم القبض عليه بالوقت العبيد الحقيقة دخلت معناها كلمة البوليسية وكلموا الحماية حبوا ينقلوا المرأة اللي هي الحقيقة ما فيها ما يتنقل حسب النشط اللي شفته انت تكروا ولا اللي سمعته ولا اللي ريته رحيم انه لفظت انفاسها غادي سور بلاس ولا بعد نقلها هي على البلاس ذبحها في الكيه لا هو ما تهنى لما هي فقدت انفاسها معناها هذا هو اما اللي صور ممكن ينجموا ممكن يمنعوها ولا طول اللي صار وحكايه فارغه هاني قلت لك انا ما نحبش نصور العباد على انهم ابطال وينجموا يدخلوا بتاتر كان نجم يكون شخص قوي البنيه ولا انسان حتى بدراجه ناريه ولا بكرهبه يحاول انه يخوفه ولا يعمل اي رياكسيون تخليه يبعد والا حتى بالصوت نقول انا راهو كي تبدا انت من بعيد تعيط ولا تحكي معاه ولا تقول حتى سيبها ولا صلي على النبي راهو صار هذا صار عبيد عيطت جات تجري معناها تخوف فما العبيد اللي بالكراهه وشي ما سمعش هربوا اكثر منهم خموا باش انهم خاطر في الوقت راهو الانسان ما يعرفش شنو الرياكسيون نتاعو ما ينجمش يحكم في تصرفه معناها فما شكون حد معناها يتدخل فما شكون جاي يجري ويعيط باش يبعدهم هكا فما شكون يزمر بالكهرباء احنا بالعاميه خرجنا والحقيقه في حياتي الكل كي نسمع فما جريمه هكا ديما نلقاو سبب لولاني الخيانه اللي هو ما تحكيش عليه في الموضوع هذا والعباد تحكي اللي هما عندهم ريبوتاسيون باهيه يعني الزوز معناها نجم الخيانة لا حتى شيء عرك العادي خرج من سينته وصلوا للحالة هذه هذيك اش معناها واحد يلزم يتملك أعصابه في وقت اللي فما هكا شجار صغير وإلا المرأة تقنقن وإلا خاطر نسيل كل رأي تقنقن نسيل كل معناتها في العيد وفي الحكاية حتى رجال مش مقصرين في تقنقن معناتها ماهيش حكاية مش لدرجة نوصلوا هكا وصلنا الحاجات خايبة ياسر وصلنا راو الأقل حاجة النار تشعل توا الأزواج حتى من جبتك الحاجة ينجم يعمل عركة تنجم تصير مشكلة هذا اللي وصلني له الناس على أعصابها مش معقول راهو مش معقول شو معناتها باش تعاونوا بعضكم مالك نعرفوا أخزر كوثر أو ضغوطات الحياة كبيرة برشا الناس راو على الفلوس على نقول وحنا العائلات العلاقات كما كان يحكي راو الأمور متاع الخيانة وما إلى ذلك دونك المسائل هذه الكل راهي تدخل في اطار توتير الاجواء داخل العائله ولكن لو كي نتحلاو بشويه صبر وفما حاجه اسمها فارقهم بالمعروف اذا كان وصلت الحاله خير من اللي توصل هكا خير من القتل والعنف والحاجات اللي شوفي اجا نقول لك مراه مطلقه مع زوج صغار خير من اللي زوج صغار يتامه لا عندهم لا بو ولا ام صحيح شوف من فم البير ولا من قاع أي ان شاء الله ربي يرحمها هذه ان شاء الله ربي يرحمها وربي يراك الصغيرات بعين الرحمه زاده هما اللي باش يعانيو وهما اللي باش يتعبوا على خاطر وان شاء الله ما عادش نسمعوا هالاخبار هذه ان شاء الله يا ربي ما عادش نسمعوا اخبار من نوع هذا شكرا اخويا الغالي كنا روحنا مجبرين كوثر ان نحكيوا في الموضوع لانه لازم. لقينا برشا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي فما ناس قالوا لنا بمنطق علاش ما تحكيوش على الانتظار على خاطرها ماهيش مشهوره ماهيش انستغراموزلي معنا حتى تفرقه راهو نحكيو على الناس الكل وندوا بالجرائم هذيا
دونك ان شاء الله بقدره الاله ما عادش نسمعوا حاجات من نوع هذا، ولكن كل ما تصير حاجه من نوع هذا رانا نسلطوا عليها الضوء. ان شاء الله ما عادش نسمعوا حتى شيء من نوع هذا. يعطيك الصحه يا اسامه، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. ما بعد شويه بعد البيب بالضبط يجينا دكتور شاطر في شد الريقله. دارنا العزيزه 53 دقيقة على أحلى راديو، راديو إي أف إم. تو دو سويت شد الريقلة، شد الريقلة مع الدكتور شاطر. دكتور شاطر صباح النور. صباح الأنوار. صباح الأنوار الكل، مرحبا بك، عايشك الحمد لله. دكتور باش نحكيو على الريجيم والخدمة هكا. الشد الريقلة كيفاش نشدوا الريقلة وحنا نخدموا؟ موضوع من بكري نحب نجبدوا، خاطر أكثر العباد لو أكثر الوقت نتاعهم تاع الفطور اللي كانت معناها هو البرة. وما حكينا حتى مرة على شنو هي النصائح اللي نجموا نعطيوها للماكلة في الخدمة. صحيح، على خاطر كي نلقاو احنا البرة باش ناكلوا من البرة، باش نبلبزوا شوية، باش ما كيبدا على طول هذا الريتم نتاعنا، مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. والبيرو انترناسيونال نتاع دو ترافاي هذا نتاع الشغل العالمي ليتود نتاعهم طالعين قال لك نجموا ينقص من البرودكتيفيتي من الانتاجية نتاعنا تنقص 20% اذا وقتنا ماهيش مريقلة. صحيح. دونك موضوع الماكلة مع الخدمة نتاعنا موضوع مهم ياسر، خاطر اذا احنا خدمتنا مثلا بالجهد نتاعنا بدنا والا بمخنا والا المخ والجهد مع بعضه هذوما الكل هم مربوطين بشنو اللي باش ياكل العبد. صحيح. كان بالجهد خاطر لازم حاجه فيها طاقه وطاقه ديما موجوده، مش من بعد العبد يشوع برشا واللي يقف كميه كبيره ويتقلق ويجيه النوم في القايده ما نجمش يكمل نشيط. وكان نتاع تركيز زاده كيف كيف التركيز يلزمه زاده، خاطر فما علاقه ما بين المعده نتاعنا والمخ، علاقه زاده قويه برشا ومعقده برشا. دونك اللي باش ناكلوه عنده تاثير على الطاقه نتاع الذهن نتاعنا في الخدمه، وطاقه الذهن نتاعنا زاد كيف كيف تطلب حاجات من الماكله نتاعنا خاطر اثار الطاقه حاجتها بالانتشاء، حاجتها باش تشيخ حاجه تحبها. دونك العلاقه هذيك لازمها تتنظم شوي. كيفاش باش تنظم العلاقه؟ اول حاجه لازمنا نحترموا الماكله نتاعنا، معناها دو بريفيرونس ديما الواحد يجيب ماكلته معاه. في الخدمه لازم تكون حاجه بلايصه وين العباد تنجم تخلي ماكلتها، معناها في الجيدات باش ما خسنت ودنيا سخنه باش ما تفسدش الماكله. ومن ناحية أخرى حوايج هكا باش يسخنوا فيها وتركنا للماكلة تبدا ترونكي. إي. خاطر حتى للمشغل اللي يولي يخدم بالطريقة هذيك الخدامة اللي عنده وكلاه وفي حاجة نظيفة ومحترمة وفي راحتهم كلاه باش يرجع لخدمته، معناها الإنتاجية نتاعه باش تكون خير برشا من اللي يبدا داخل بعد وهو جاي وكلاه برشا، وحتى الإنتاج نتاعه ما يكونش باهي. معناها لو فات اللي باش يحط انفستيسمون في حاجه كيما هكاك بليس اللي الخدمه نتاعو ياكلوا اليز وترونكيل هو رابح اول واحد قبل الخدامه. والخدامه بطبيعتهم باش ياخذوا ريتم تحفون ويعرفوا وقت الماكله نتاعهم باش ياكلوا حاجه محترمه. دونك في الماكله في الخدمه ديما نحبذوا احنا ديما الخضر والفيدال برشا. ونحاولوا ديما نبعدوا على الحاجات الحلوه اللي تسكيك الجازوز والحاجات الحلوه والبشكوت، واحد يعطيك الفلاش الاول نتاع انك ينحي لك الجوع وينشطك من الاول، اما ديما من بعد يولي تعب والديجستيون تولي تقلق ونحاس ندخل في شكشوكه ما نحبوش ندخل فيها. ديما سريال، خضره، غله، مشتقات حليب، ما يقلقوش، هذا ما بين الماكلات. في الماكله الرسميه كي العاده زاد نجيبوا حويجه طيبه معناها من الدار وناكلوا، خاصه فريمون مركزين على الماكله نتاعنا. شو معناتها مركزين؟ معناها مثلا انا واحد الناس برشا نجي جماعه اللي يخدموا في الانفورماتيك. اللي يخدموا على الماكله. يفطر قدام الاورديناتور. صحيح صحيح. من بعد يقول لي راه ما ناكلش برشا انا. بي قلت ما تاكل، معناها كي ما تاكلش برشا وانت تاكل قدام الاورديناتور، مخك مع الاورديناتور وعينيك وبدنك ما شافوش الماكله اللي دخلت في الدم، شنو اللي باش يوقفك؟ وقت باش يوقفك انك ما تتعبيت، مش انه بدنك خذا غرض من الحاج، انت مع يا اما كملت نظفت اللي عندك الكل والا ما تكرس
ما يفيقش بالكونتيتي اللي كليها. فوالا اكيد باش تاكل اكثر من اللي طالب بالدم، هذه حاجه اكيد. واللي كليتو اكثر ومعقلت الحركه كيما قلت على الاورديناتور ولا لا حاجه ما فيهاش برشا حركه، اوتوماتيك ما باش يولي بشويه بشويه كل مره تزيد شويه في الميزان. صحيح. اكثرهم يكونوا اتيديون في بوا معين، شد خدمه وبدا ستريس وبدا جوج مونتاج ياكل قدام الاورديناتور ديريكتومون الميزان يطلع. هذه حاله فريمون تيبيك ديما نشوفوها. دونك دو بريفيرونس الماكله راهو حاجه اخرى. ماهيش تعدي بها الوقت، الماكله تخرج من الدومين تاع الاورديناتور تحط قدامك الماكله تاكلها في راحه راحه. حتى الريتم تاع الخدمه زاد كيف كيف لازم يتبدل على حسب الريتم تاع اللونج نتاعنا تاع ماكلتنا، خاطر باش نربحوا اكثر في الانتاجيه تاع الخدمه. اول حاجه اللي احنا ساعات نقولوا ليه باش نخلي خدمتي هكاك ونمشي ناكل، ايه خاطر من بعد باش نجم تعاود تشد خدمتك وانت في طاقه خير برشا. فوالا. وفما زاد كيف كيف تو الموضه نتاع الديفلوبمون بيرسونيل وقت العباد اللي معناها يعملوا ليستري دو جروب في السوسيتي وكل شيء. بفات العباد الكل تتلم هكا تاكل مع بعضها وكل واحد يذوق من حاجته للاخر. ففي بارتي ماك ليسبري اللي يحبوا يعملوه ليسبري ديكيب وال الكوتشينغ اللي يعملوا فيهم اللي دونك يعاون ياسر في اللحمه اللي في ليكيب. دونك هذوما هما جروسو مودو الحاجات اللي نوصل بها. ميرسي دكتور شاطر، ميرسي بوكو، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. وصلنا لاخر الحصه نتاعنا، ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. نقول لكم باي باي، وبعد شويه ما تنساوش جيهن بن عبد الله في الكلمه ليك. جوستومون الموضوع هو العنف ضد المراه، دونك التليفون على ذمتكم 31 380 ألف، اطلبوها وشاركوا في الحصه. سينو نخليكم مع جيجي لانفوتغرافيك، وزاده كيف كيف باش نخليكم مع الاخبار مع انيسه مكشيح. باي باي. كارنا العزيزه.